Mais bon. الصبح اطمني تنصي بس كيف بس تعرفني تنحبي بعد فوفو فوفو نعم شو ها؟ ما هو في ايدي برا؟ يقرف عبرك يا ام تحسين هي اخر وحدة صارت على المطبخ انا فرجيكي يا ام تحسين الدبة بيتك شو مأزية الو خيال اعطيني امك امجاد اعطيني امك سهام سنحوكة اعطيني امك ايه امك ام تحسين شو عاملة بالبراد؟ مين بيعرف لك؟ مسكت البراد مين خالعها؟ برادي مين بيعرف لك؟ شوفي ام تحسين انت اخر وحدة دخلتي على المطبخ مشان تحطي القطايفات بالبراد ما حدا فات بعد منك فهمتي؟ يعني مسكت البراد ما حدا خلعها غيرك لا ستي ما كانت مخلوعة من قبل قبل ما تجي كانت مثل الفلة اه كانت مسكة البراد صار سليم بدك تصلحي مسكة البراد وعلى حسابك فهمتي وقد اعذر من انذر وهذه المكالمة على حسابك بحفظ لا ارجيك شلون الاذى لك يبعث لك قتلك انت التاني عم تعلق شحيت انتو شو عم تعملوا هون؟ حاجتكم دبكم حميمكم موجودي خي هلا اشتبابي خي خي يبعت لك قتلك انت الثانيه رقبتيني بدي لم البرغلك دافع حقهم دم قلبي الله لا يهنيها بهالمصاري يخرب بيتها بعد كل شي عملناه من شان استحونت تعطينا 100,000 ليرة لنغير فيهم ديكور البيت قال شو بعتتهم لابنها بخور فكان كذابة وبتنلقى بصر ماي عتيقة إيه لو بيصر لها تاخد كل مصريات ابنها ما بتقصر يا لطيف يا لطيف أنا ما شفت هيك مرة بحياتي وين بدي خبيهم؟ احترت حيرني زماني زماني المصاري بتتعب مو انه ما بتتعب بتتعب
صاري ناع الصرامي مو مزبوطة. لا مو هيك هون محل. لا انت خبيهم. اخ بس لو كنتي اكبر من هيك كنت حشتهم فيكي. الصبيان بيتشحروا. ايه مو بيتشحروا ما بيفوتوا. اسهر انا وياه هون. روحوا. هذا انت شو بدك سرناوي؟ بتسلم عليكي ماما. الله لا يسلم فيكي لا عظمه لا انت ولا هي، شو بدك؟ وبتقول لك اعطينا صحن السداتي تبعنا. طارو سداتي طارو؟ لك مو سداتي، الصحن، الصحن تبعنا. شو بدك فيه؟ صحننا ناكل فيه. خليكي تمركزي هون رايحه وراجعه. محمود يمكن عم تجلي. ام محمود يمكن عم تنشفه. محمود لك ايه صرعتي راسي. امسكي هي الصحن الفاخر شيتكو. شو ها؟ شو اكله فيه؟ تاكله في الحوته. شو بدي اكل فيه يعني؟ روحي اطلع. سيهاب سيهاب نعم تعالي حبيبتي. انتي غير امك. شو طابخين اليوم؟ بس ماشكات. هربيلي صحن اذا ما بتقدري تنزلي بعتيلي مع امجد واغياد. اي حبيبتي انتي كرام عيني. تقبشيني روحي ربي انتي وامك الدبه. مدموزيل ام محمود. مدموزيل ام محمود. مدموزيل يلا اجيتي. اجيت جايه انا. يلا ام محمود. الصوت سمعان من هادي ترى. محمود روقي كل شيء بالرواق بيصير. ما في رواق بيني وبينك لا تقبضني. يا ام محمود انت ما قلتي لي راح تسامحيني بنصهم. حلوان الثلاث ملايين اللي اخذتيهم. ماشي انا مزبوط قلت هيك. هات 15000. على عيني بس هدي بعد العكازه حتى نتفاهم بس بعديها. ماشي تفضل. ادخل. يلا دخل دخل. ام محمود يا مدموزيل هاي ب 15000 معي. ها بس انا جايب لك اللي بيخليكي تقبضي اكثر من هيك بكثير. شو جايب لي؟ نمرة اليانصيب يلي بدها تربح الجائزة الكبرى بالسحب الجاي. وجايب معك ترضيتها؟ طبعا. معقول روى عليك 30000 ثانيين؟ برافو عليك. إذا قلنا 70 و70 شو بس؟ لا يا ربي لا. إذا قلنا 65 و65 شو بيطلعوا؟ قديش بيصيروا يعني؟ شو هن؟ 65 و65. 130 ليش؟ خصوم 130 حق النمرتين واعطيني بقية 30000 قصدي 15000. ليش 130 حق النمرة العادية اللي بتخسر 70؟ ليه لا تزود علي؟ هذيك المرة بعتني نمرة ليا نصيب 65 ليرة والربحانة كمان مو الخسرانة. معناتها مالك نصيب. تفضلي هاي مصرياتي. يعني ما بدك تخصم 130 حق النمرتين بدك تعطيني اياهم بلاش؟ لا وانت السادقة بدي اعطيهم لجارتك مرت عمي ام تحسين. حاكم ترجتني دبر لها النمرة بدها تربح الجائزة الكبرى ووعدتني تعطيني حقها 50000 وتجوزني بنتها. بدها تجوزك السرنوي؟ ام تحسين هيك قالت؟ ايه ايه ام تحسين غيورة وحسودة وعينها ضيقة وغارت منك وبدها تصير غنية كمان. طول عمرها حسودة وبتغار بس ما فشريت. ما رح تشوف النمرة بحياتها. انا رح ادفع لك فيها 1000 ليرة. يا ام محمود يا ام محمود عمل لك مرت عمي ام تحسين بدها تدفع لي 50000.
انت بتدفعي لي 1000 بتريديني اخسار. بس انا وياك صحبه وقلنا تعاملات سابقه والصحبه لها حق. يا متموزيل ام محمود كلامك مزبوط، بس انا رجال بياع شراي، اللي بدفع اكثر ببيعه. انت متاكد انه النمره اللي معك بدها تربح الجائزه الكبرى؟ مثل ما اني متاكد لما بعتك النمره الاولى. معناتها انت حمار. هي جديده، الناس بتقول عني اجدب. وستين حمار، لو كنت محلك ما بعطي النمره الرابحه لحدا حتى لو دفعوا لي فيها مليون ليره. صحيح، بس يا ام محمود ما بكفي انه الواحد يسحب النمره الرابحه حتى يربح، لازم يكون عنده حظ، وانا حظي زفت. اما انت حظك يا ما شاء الله، مو كل واحد اسمه سعديه بنت مسعود. معه حق، لولا حظي والسحر اللي عملت لي اياه انا ما كنت ربحت. طيب بعطيك حق النمره 2000 ليره. ما بيمشي الحال. 10000. بعطيك ال 15 اللي لي عندها. ما بيمشي الحال كمان. لك معواص بحط 5 فوقهم بيصيروا 20. يا ام محمود عم بقول لك ام تحسين دفعت لي 50 هي غير جوازي. يعني ما راح ترضى بال 40 ولا ب 50. لك يا منيش على قديش بدك؟ بدي 60. كثير 60 على ايش 60؟ طولي بالك، حتى سالتني مرت عمي ام تحسين بقول لها انه ام محمود دفعت اكثر واخذتهم. اذا هيك بسيطه راح ادفع لك 50000. جاي هذا كثير محمود ولك عين الدقه ما شفتي ما فوتي حنا جايتك انا بشغله بتنفعنا نحن ايه ما بنفع انت محمود شو بك لا تقطعي رزقتك بايدك هنا اسمعي مني ها ايه وشو هي الشغله تعي لهون لك شو بقول لك حبيبتي لا هون تكتبي بايدك بسمعوا للجيران دبي وين وين قعدتي وربطتي احكي الشغله اللي جايه من شانه على شقتك يا قمر لا تخافي مالي جاي اتغدى عندك، عندي اكل بكفي جمعة. احكي. انا بعرف انك زعلانة مني، ومشان هيك جايبت لك عواضل 100000، 200000. 200000 ليرة؟ ايه لا، ما بدي شيء منك ام محمود. شوفي هنا، الواحد لازم يعترف بفضل الاخرين اذا ساعدوه، وانا بعترف انه لولاكي ولولا السحر اللي عطيتيني اياه ما كنت ربحت الجائزة الكبرى، مشان هيك انا جاي هلا لعندك، شال تعملي لي سحر جديد للنمرة الجديدة، وال 200000 بتاخذي يوم من هالعين هي قبل هي. يعني انت ما رح تعطيني ال 200000 ليرة لتربحي الجائزة الثانية؟ هنا السحب مو مطول، اليوم شو الأحد، بعد بكرة الثلاثة بيصير السحب. وبلكي ما ربحتي؟ لك شلون ما ربحتي؟ لك شو بدي ساوي؟ مثل ما ربحت المرة الماضية بربح المرة الجاية. بس بقى بس انت اعملي لي السحر وطولي بالك عليه ودقي منيح وما عليكي. تكرم عينك ام محمود بس على شرط. ايه بس شو هو الشرط؟ انه يا ستي لازم هلا تدفعي لي 100000 وبس تربحي تدفعي 100000 الثانيه. على عيني وراسي انا اولتها واخرتها بدي ادفعهم، لا مجال في ذلك، لكن انت بتعرفي المصاري مو موجودين معي، بعتهم لابني على خور فكان يلي قبل الفجيره، قبل دبا بعدها كلبه، مدري كلبه قبله بعدين دبا، دبا يعني مو دبا دبا. ايه هاي مشكلتك، خبري لابنك يبعث لك شويه مصاري من خور فكان. لبين ما خبره ولبين ما يبعث لي المصاري بيصير وقت السحب، هون المشكله. وانا ما بقدر لانه الجن الاصفر ما راح يعطيني السحر غير لتعطيني 100000 ليره. وشلون هديك المره اعطاك اياهم بدون ما يقبض ولا فرنك؟ تعي يا ستي، هديك المره اللي توسط لك هو الجن الاحمر اخو للجن الاصفر. وخلي هالمره يتوسط لي الجن الاحمر، شو بيصير يعني؟ ما بيمشي الحال. ليش؟ الجن الاحمر يا ستي عطاك يا عمرو. ما؟ اي ما. يا حوينتك يا الجن الاحمر، يا حوينتك. على العويط يا ام محمود. مسكين. ما؟ ما. عن عمرين يوناي. 3200 ربيع بس يا ام محمود. يا حرام لسه باول شبابه. كان طيب كثير يا ام محمود. لا 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 لا. بس بقى خلصت بقى حشت اطفالي، الموت ما في شماته، بس بقى يا جماعه حشت ضحكوا. حشت ضحكوا. البعض ما بده يضحك. خير شو بكوا اللي عم تبكوا؟ مات. مين مات؟ لا جميل ما في حدا مات حبيبي، انت فوت غير ثيابك عشان تحضر حالك للغدا، فوت. لا تجيبي سيرة الجن الاحمر قدام جميل. ليه؟ لانه ما
بيحبه، وإذا عرف إنه مات بيشمت فيي. ما معه حق، كل شيء الواحد ممكن يشمت فيه إلا الموت. قومي محمود روحي على شقتك، وأنا بعد الظهر بيجي لعندك مشان نكمل حديثنا. بدك والغدا؟ الغدا خلص، أنتِ عندك غدا لمدة أسبوع. خلص بيجي لعندي بعد أسبوع. يلا محمود. عم تمرد علي مرت، شو بدي اسوي؟ جات